الأخ محمد يسأل: هل الزوج يقابل زوجته يوم القيامة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه نعم الصلاة يقابل والسلام. زوجته، وإذا كان النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام. لما طلق حفصة فإن جبريل عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوام، وأمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة لآخر أزواجه، عليه يعني الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والله في القرآن: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالمرأة تلحق نعم بزوجها إن دخل الجنة، حتى وإن كانت هي درجتها أقل ترفع بفضل الله سبحانه وتعالى، أو العكس إن دخل الجنة. اللهم ارزقنا جميعا الجنة. نعم، وده سؤال دايما بيتسأل، يعني هنقابلها برضه هناك أو هنقابله برضه هناك، إن كان الرجل يعني لا يحب الزوجة فيقول حتى في الجنة، وإذا كانت المرأة لا تحب الزوج فيقول حتى في الجنة. لا، هو أنتم تقيسون الجنة على الدنيا يا جماعة، الأمر مختلف تماما. ونزعنا. أيوة، نزعنا في صدورهم من غل. وكذلك أيضا يعني: إن أنشأناهن إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أتراب. فتتغير صورة المرأة العجوز إلى امرأة شابة وإلى امرأة جميلة، وتظل هكذا على هذا، وليس هناك بقى لا حسد ولا بغضاء، والكلام ده كله يا جماعة بيترفع. فلا تقيسون الدنيا على الجنة على الدنيا.